بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بكل فخر واعتزاز وفقنا لزيارة بيت المناضل المعتقل جعفر محمد الشغل الذي سجن وحكم عليه ب19 سنة ندعو له ولجميع معتقلي عالي ومعتقلي البحرين بالإفراج العاجل إن شاء الله وليس ذلك على الله بعسير أوصيكم جميعا أوصي أبنائي أوصي آباء المعتقلين أن يلتزموا بالصبر فإن الصبر هو الذي يجعل الإنسان في رتبة يثاب عليها وكذلك بالنسبة إلى السجناء نوصيهم بالصبر وأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج قريبا عاجلا أو آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نتمنى بإذن الله تعالى أن يفرج عن ولدنا جعفر محمد الشغل وعن معتقلي أهالي بلدة عالي ومعتقلي البحرين في القريب العاجل بإذن الله تعالى وما ذلك على الله بعسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.